ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. والريب في لغة العرب على ثلاثة أنحاء، إما معناها الحاجة، وإما معناه الريب بمعنى التهمة، وإما معناه الريب بمعنى الشك. ويجوز هنا أن تكون على إحدى هذه المعاني الثلاث، ويجوز أيضا أن تكون كل هذه المعاني الثلاث. أما التهمة، قالت بثين: يا جميل أربتني، قلت كلانا يا بثين مريب، يعني متهم، بتقول له والله يا جميل انت عملت لنا مشاكل بالغزل اللي انت قاعد تقوله ده في فيا، وخلتني من اهل التهمة، الناس بتتهمني. فقال لا والله الحال من بعضه، هم بيتهموني وبيتهموك. قالت بثين: يا جميل أربتني، قلت كلانا يا بثين مريب. والريب هنا بمعنى التهمة، والريب قد تكون بمعنى الحاج. فلما قضينا من تهامة كل ريب، يعني كل حاجة، يعني خدنا مزجنا تمام من بني تهامة دي. الريب هنا بمعنى الحاج، والريب بمعنى الشك، وهو الشائع. لما تقول لا ريب يعني لا شك ولا اضطراب ولا حيرة، إنما ده بالتأكيد كذا، لا ريب لا شك. فليس هناك حاجة لك يوم القيامة، فهو يوم انقطعت فيه الأسباب وتولى الله فيه الأمر، فهو مالك يوم الدين. يعني لن تسعى حينئذ إلى مسكن يؤويك، ما فيش. هل يعني يوم القيامة هتكون في أزمة سكن؟ هتبحث عن سكن يؤويك؟ ما فيش. هل تبحث عن عمل حتى يعني ترزق منه علشان الأولاد اللي في البيت اللي كذا، اللي احنا الكلام اللي بنقوله دلوقتي؟ مفيش. هل تبحث حينئذ عن أكل وشرب؟ مفيش. إنك أصبحت وحدك مع ربك، فاتق الله. فهو مالك يوم الدين الذي عنده ظل العرش، والذي سيظل فيه من أراد. وتكلم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن من يظل في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، ظل عرش الرحمن، وأورد فيه صفات، وجمع الناس هذه الصفات من العلماء حتى فاقت 70 صفة، وبعضهم أوصلها إلى 90 صفة من الصفات الموجبة لظل العرش، منها الإمام العادل، ومنها الرجل الذي تصدق بيمناه فلم تعلم يسراه، ومنها رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ومنها 2 تحاب في الله فاجتمع عليه وافترق عليه، ومنها الرجل الصدوق، ومنها التاجر الصدوق، ومنها الرجل الذي أكرم أهله وعشيرته، ومنها الأمين الذي لم يخن قط، ومنها أكثر من 70 صفة، وأوصلها بعضهم إلى 90. تجدها في شرح الشيخ الزرقاني على موطأ مالك، جمعها واستوعبها عند 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأخذ وأورد كثيرا من الروايات بخلاف هذه 7 تدخل فيها الصفات كثيرة. في هذا اليوم لا حاجة لنا، نحن نقف من أجل الحساب. في هذا اليوم لا شك فيه، ولذلك هو يوم اليقين،
لأنك ترى الأمور أمامك تماما بيقين، فليس هناك جدل ولا مخاصمة ولا اختلاف في العقائد، وليست هناك طوائف ولا مذاهب ولا كذا إلى آخره، فإنه يوم الحق فليس هناك فيه شك. وهناك في هذا اليوم يقف الإنسان في موقف الاتهام، فهو يوم التهمة، ولذلك يصلح أن يكون الريب هنا بمعنى الثلاثة، لا ريب فيه يعني لا حاجة فيه، ولا تهمة يتهمها بعضهم مع بعض، بل إن التهمة ستكون موجهة من الله مباشرة، وليس هناك أيضا شك في هذا اليوم العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وهنا وقف جائز أيضا، وبعد الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، وهذه جملة تصلح لأن تكون جملة جديدة مستقلة، فيها أن الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، يعني الذي خسر نفسه هو ذلك الذي لم يؤمن. والإنسان يخسر نفسه في الدنيا بأن يضل عن منهج الله سبحانه وتعالى، ويخسر نفسه في الآخرة بأن يكون ممن كتب الله عليه النار، نسأل الله السلامة. خسرانه في الدنيا مناقضته لمراد الله منها، وكما ذكرنا مرارا أن مراد الله من خلقه العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذا الذي لا يعبد ربه ويستهين بتلك العبادة فلا يصلي. وهكذا الإسلام وضع برنامجا واضحا محددا، ليس موهوما، وليس هو يتكلم عن أفكار وأراء، بل كلام محدد وبرنامج محدد. فأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليل، وحددها وبين لنا تفاصيلها، توضأ قبلها، طهر ثيابك ومكانك، استقبل القبلة، انتظر دخول الوقت، صل الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثة والعشاء أربعا والفجر وقته من كذا إلى كذا وصله ركعتين، يعني بيّن لنا شيء عملي، وجعل هذه الصلاة ركنا من أركان الدين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. كلام مفصل، برنامج محدد، تستطيع أن تقيس الناس به، تستطيع أن تراجع نفسك من خلاله. السؤال الأول: أتشهد بلسانك وتصدق بقلبك أنه لا إله إلا الله؟ فتقول لنفسك نعم أو لا، وحينئذ فإذا قلت نعم فأنت في هذا الإطار، وإذا قلت لا فأنت في حالة المؤاخذة والخسران مع الله سبحانه وتعالى من بداية الدنيا. وأن محمد رسول الله يقول نعم، هل تقيم الصلوات الخمس على وجهها؟ فيقول نعم. وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت عندما تستطيع إليه سبيلا، من الناحية الشرعية، ومن ناحية أمن الطريق، ومن ناحية الزاد والزواد، ومن ناحية الصحة، ومن ناحية النفقة، ومن كل ناحية. نعم، إذن فأنت على خير. هل حققت الشروط؟
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهل انتهيت عن الفحشاء والمنكر؟ هل حققت الشروط فدفعتك الصلاة إلى ذكر الله، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، ويقول ربنا بعدها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. برنامج فيه وضوح، فإذا كنت من هؤلاء الناس الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويقولون: ربنا غفرانك وسمعنا وأطعنا، ويقولون ويفرون إلى الله سبحانه وتعالى بأفعالهم وأعمالهم، فأنت على خير، وإن لم تكن كذلك فراجع نفسك وعد. إذن قياس الخسران ممكن، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. وضح لنا وقال: ما تركت شيئا يقربكم من الله، يقربكم من الجنة، يبعدكم عن النار، إلا أحدثت لكم منه ذكرا. وما تركت شيئا يبعدكم عن الله، يبعدكم عن الجنة، يقربكم إلى النار، إلا نهيتكم عنه. وقال: إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. عليه الصلاة والسلام. شيء واضح وجلي وسهل. وقال: إذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم، ومن شذ شذ في النار. رسم لنا الطريق، وتركنا فعلا على أمر واضح. ولذلك الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون يمكن قياسها بأمور حسية، برنامج واضح، أسئلة متتالية، وفي النهاية تعرف نفسك إذا كنت في دائرة الإيمان أو في دائرة الخسران. فإذا كنت في دائرة الإيمان فالتكليف عليك الاستمرار: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني استمروا في الإيمان. وإذا كنت في دائرة الخسران فعليك بالنقلة من دائرة غضب الله إلى دائرة رضا الله. وفي دعاء الصالحين: اللهم انقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك. أهي واضحة؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. حدش يحاسبك، فإنك عبد لله وحده، أنت حاسب نفسك، أنت راجع روحك. فإذا كنت في دائرة الخسران فاخرج منها إلى دائرة الإيمان، وإذا كنت في دائرة الإيمان فاستمر ودم، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وإذا كان قد خلطت عملا صالحا بآخر سيء فتمسك بالصالح واستمر، وانخلع عن السيء واستغفر، والأمر بين الاستغفار والشكر والحمد لله رب العالمين. هذه هي القواعد التي نقايس عليها حتى نعرف إذا ما كان هناك خسران أو كان هناك إيمان، لأن الذين خسروا فهم لا يؤمنون. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وإذا عرفنا الخسارة في الدنيا نعرفها أيضا في الآخرة، فإن الخاسر يوم القيامة على نوعين. النوع الأول هو الذي يعاني من أهوال يوم القيامة،
حتى ولو كان مآله في الآخر أن يدخل الجنة بشفاعة الشافعين وعلى رأسهم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو يتشفع للخلق كلهم لأنه رحمة للعالمين. يوم القيامة 1000 سنة، لأن اليوم عند الله كألف سنة مما تعدون، وليس كما يقول بعضهم أو قال إنه 50,000 سنة، لا ليس هكذا. هكذا هناك يقول تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فال50,000 سنة هذه مقدار عروج الملائكة من في الأكوان، فهو في يوم عند الله ب50,000 سنة. لكن وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فاليوم الذي عند ربنا هذا 1000 سنة اللي هو يوم القيامة. ويوم القيامة هذا يأتي النبي فيتشفع فيجعله 500 سنة. وتخيل نفسك تقف في الموقف والمحشر 500 سنة من عد السنين هذه. إذا كان إحنا 100 وما بنكملش وبنتعب وما بنقدرش نقوم، أما الواقف 500 سنة دي معناها إيه؟ ده شيء آخر. يوم يبدل الله سبحانه وتعالى الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات والإنسان غير الإنسان، ونخرج في خلق جديد سبحانه وتعالى، نتحمل في أهوال هذا اليوم صرفها الله عنا بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والشفاعات 10، يعني في 10 شفاعات تكلم عنها أهل السنة والجماعة في كتب العقائد. والذي يقبل الله شفاعته من يرتضيه من الملائكة الكرام ومن الأولياء العظام والأب والأم في صلاحهم والشهيد في شهادته وهكذا، ناس كتير يتشفعوا لك يوم القيامة، ومنهم الجار ومنهم المدين الذي أنظرته أو عفوت عنه فإنه يشفع لك يوم القيامة، ومنهم أصناف كثيرة. والشفاعات 10، لكن الشفاعة الكبرى هي التي تصيب كل الخلق، وهي ببركة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث يخفف اليوم من 1000 سنة إلى 500 سنة. عندما يحدث هذا تصيب الرحمة كل الخلق بسبب النبي، فيصدق فيه قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإنه من كفر به ومن استهزأ ومن شتم ومن لم يره ومن كان سابقا عليه، كل أولئك يدخلون في رحمة الله بسبب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، فاللهم انقلنا من دائرة الخسران أبدا إلى دائرة الإيمان أبدا. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.